البشرية فيما يخص في هذا العام يعني تم اقتناء 1,800,000 جرعة لقاح يعني وفي يعني في السنوات الأخيرة كنا نستعملوا الفاكسين تريفالون يعني فيه ثلث فيروسات يعني في 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 في, في الجرعة الواحدة فيه يعني ال H1N1 H3N2 و une variété تاع لو B العام هذا وكانت المنظمة العالمية للصحة أوصت باستعمال اللقاح فيه أربعة يعني فيروسات وفيه بحيث فيه اثنين فيروسات بي لإعطاء أكثر يعني مناعة للأشخاص اللي يتلقحوا اللقاح عمره ما انقطع في أي من المناطق على التراب الوطني من بداية مشكلة الكوفيد إلى حد الآن ونفس الشيء بالنسبة للقاح الأنفلونزا رانا نقوم بإيصاله لكل ولايات الوطن 48 ولاية وإن شاء الله الحملة تنطلق في كل الولايات اليوم إن شاء الله على المستوى المستشفيات وكذا على مستوى الصيدليات